حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. وبالحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فعلى الزوج أن يتحلى بالرفق في الأمور كلها، وهذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ثبات مع رفق ولين، ثبات على الدين وعدم تراجع عن الدين مع رفق ولين. هكذا شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.